فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقبل الله منا ومنكم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا نعمته بإدراك شهر رمضان، ونسأله عز وجل أن يتم هذه النعمة بأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن نأخذ من هذا الشهر دفعة انطلاق إلى منازل أعلى وقرب من الله عز وجل أكثر، وإدراك لأهمية عبادة الله سبحانه وتعالى في حياتنا أنها الأولوية الأولى بل الوحيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله عز وجل أن يعيد عيد الفطر على المسلمين في كل مكان، وهم بحال أفضل، وهم يعني في عصمة الدماء والأعراض والأموال أفضل مما هم عليه الآن، أن تجتمع كلمتهم على الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، سلف هذه الأمة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله عز وجل أن تكون بلاد أهل الإسلام جميعا آمنة مطمئنة رخاء، وأن يرفع عنا الظلم والبغي والعدوان وتسلط الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من بغى علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.